اهو يا جماعة، اهو عدينا البوزيشن، وصلنا البوزيشن بتاع امبارح. علشان نوصل لكم او اوصل لكم، انا عايز اقول لكم، بص بقى الحتة اللي انا عايز اقول لكم عليها. بصوا يا جماعة، شايفين الجزء اللي انا فرشت فيه الوان هنا ده؟ اهو ابدأ بعد كده اجيب الاقلام الخشب العادية بتاعتي وابدأ اعمل ايه، اطعم واحط الشعيرات بتاعتي. شايفين اهو، فهمنا يا جماعة؟ اهو طبعا بشكل منظم اكتر من كده، وباختيار الالوان بتاعتي. اهو انا فرشت تونات بالالوان الباستيل بشكل كبير شوية. اهو ابدأ بعد كده خلاص بكل بساطة حطيت، عملت الشعر بتاعي. خدنا بالنا يا جماعة؟ فهمنا النقطة دي مهمة جدا. يعني انا بنعمل ميكس بين الباستيل والخشب. بس انا عن نفسي بصراحة انا بحب جدا اشتغل باستيل بس او خشب بس. بس الطريقة دي جميلة وبتجيب نتائج رائعة جدا يعني. فتمام يعني كده حلو برضه، مفيش مشكلة يعني. اهو اهو شايفين، انا هبدأ بعد كده احط التونات اللي انا شايفها. اديت خلفية للوحة بتاعتي، بعد كده ابدأ اهو. شايفين زي ما كنا شغالين الفيديو اللي فات خالص اهو. عايز تشتغل باستل بس مفيش مشكلة، عايز تشتغل الوان خشب بس برضو مفيش مشكلة، اللي يريحك يعني. انا شخصيا بحب الخامة الواحدة بس، يعني هنا حابب اعلمكم، حابب افرش معاكم شوية تونات يعني. شايفين يا جماعة اهو الموضوع بقى بسيط وبأبسط الأمور. بدأت أحط التونات بتاعتي وبدأت أحط الدنيا بتاعتي. شايفين اهو، نخش على المناخير. بص بقى يا جماعة، المناخير أنا حابب أبدأ بالمناخير بالفاتح الأول. فأنا شايف المناخير هنا فيها جزء فاتح كبير أهو، شايفينه؟ هبدأ أعرف هو فين. حطيت الفاتح مفيش مشكلة خالص. في ناس تبدأ بالغامق مفيش برضو مشكلة خالص. اديت التاتش بتاع المناخير اللمعان بتاعي. ابدأ اهو احط الدرجات التانية بتاعتي اهي، شايفينها؟ طبعا الابيض الساطع ده كده قوي مش مستحب قوي، فانا هبدأ اديله شوية تون برضو. شايفين اهو، انت بعد كده خلاص فهمت الدنيا عاملة ازاي وماشية ازاي، فانت خلاص بقى فهمت الوانك، فهمت دنيتك. انا شايف ان في جراي هنا، عايز احط جراي اهو. زي ما قلنا قبل كده يا جماعة الفيديو اللي فات، اللون اللي انت شايفه حطه لاني هو صح اهو. شايفين طبعا احنا خدنا في تشريح الاسطوانة ان طبعا المناخير عبارة عن اسطوانة وثلاث كور، ان اغمق حتة مش اخر حتة لو تفتكروا، لو نرجع لتشريح الاسطوانة اهو. شايفين الدنيا بدأت تبقى حلوة وسهلة ازاي معايا؟ شايفين الوش بدأ ياخد توناته بهدوء كده والدنيا بسيطة ازاي؟ اهو فكرة الدرجة دي يا جماعة حلوة جدا، دي اسمها في الزيت اوكر، اصفر اوكر، جميلة جدا جدا جدا.
طبعا خدنا تشريح المناخير والفتحتين بتوع المناخير اللي هي اكتر حتة مش وصل لها ضوء، فنبدأ بيها اهو شايفين. انا بدوسش على القلم، ما بدوسش على القلم خالص يا جماعة. اهو شايفين، اهو شايف ان هي بدأت تاخد حواليها احمرات شوية. اخترت البني الاحمر او البني المحمر شوية اهو. طبعا خلينا نشرح المناخير ومش هنتكلم فيه تاني اهو. شايف ان هي واخدة احمر صريح شوية، يعني الاحمر الصريح شوية اهو. نوغات او فوشيا اهو. طبعا تشريح الكورة بيقول اني اغمق حتة، مش اخير حتة، مش الاخر حتة اللي قبل اخير، اعمل كده. شايفين بقى الامور لما انا فهمت الخامة بقت حلوة وسهلة ازاي يا جماعة اهي. انتوا لوحدكم بعد كده هتملوني ان انا بقيت احط لون ايه فين، اعمل ايه. شايفين خلاص، ما انا فهمت ان المناخير بقى عبارة عن اسطوانة اهي. الاسطوانة بقيت عارف تشريح الاسطوانة عامل ازاي، والكورتين بتوعي، وعارف فين مصدر الضوء بتاعي، ساطع فين وضارب فين، وبشتغل بناء على هذا الأساس. شايفين الكورة دي متسيحة مع الكورة دي ازاي يا جماعة؟ اللي باين فيها ان هي فاتحة من هنا شوية اهي، شايفينها اهو. شايفين المناخير بدأت تطلع معايا ازاي؟ واخدين بالكم يا جماعة؟ انا هنا بحط في الغامق وابدأ من الغامق بطلع لبره خالص، اللي هو الفرق بين الكورة دي والخد او المناخير. والخد حطيت الظل اللي هو المكان اللي مش واصل له نور زي ما احنا متفقين. خيال النضارة اهو. شايفين المناخير بدأت تعمل ازاي يا جماعة؟ اهو شايفين الكورة فاتحة من الحتة دي، ببدأ ألعب على كده. شايفين بقى الحتة اللي بقول عليها آخر حتة، مش أغمق حتة، فادي الحتة دي تون فاتح شوية أبيض، وهمشي عليه مفيش مشكلة، همشي عليه برضو بتون عشان ما يبانش إن هي. وهو أبدأ ديها تون برضو، حتى الفاتحة دي تون.
بمشي مع تشريح المناخير شايفين. طبعا المناخير كلها عاملة ظل على الجزء اللي تحت المناخير اصلا اهو، لازم اراعي ده وانا بشتغل برضو. شايفين يا جماعة الدنيا بدأت تظهر ازاي؟ شايفين الوش بدأ يدي واقعية معايا ازاي؟ من غير ما ادوس، من غير ما اعمل اي حاجة ولا اضايق نفسي ولا اي حاجة. هنا في شوية سطوع ضوء ساطع هنا شوية اهو في الالوان الخشب يا جماعة، ضئيل جدا ما احنا نفتح بالابيض، بس هو بيدي سطوع للضوء شوية شايفين اهو. وخلي بالنا ان الابيض بيتعمل بحساب برضو، بيتحط بحساب جامد جدا، لان كتر الابيض بيخلي البورتريه او الصورة بتاعتي مجير شوية، وده مش مستحب يعني حتى في الديكورات وحتى في التصميم، ان مش مستحب يكون ابيض كتير عشان بيدي شويه كان في جير في اللوحه، وده مش لطيف يعني. فعشان كده لازم احنا بنستخدمه سبب حساب جدا 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 شايفين يا جماعه اهو. شايفين بدأت الدنيا تتجسم معايا ازاي، وكل عضو في الوش ياخد حجمه ياخد الفورم بتاعه شايفين. الجزء اللي بين الخد والتجعيدة دي وباقي الجلد بتاع الوش فاتح، بديله تون برضو عشان يبقى فاتح قوي كده شايفين اهو. فهمنا يا جماعة؟ اصبح الحتة بتاعت المناخير بتاعت تشريح المناخير اللي خدناها اهي، الكورة اهي شايفينها، بفصلها بس عن الجزء اللي تحتيها على طول. هبدأ أدي غمقان شوية فتحتين المناخير يدوني شوية عمق شايفين. الموضوع جميل جدا وممتع جدا على فكرة. طب مجرد ما تفهم الالوان او الخامة بتاعتك خلاص انت يعني عديت. واخدين بالنا يا جماعة شفنا كده الدنيا اعتقد وضحت اكتر ازاي؟ انا شايف ان في جراي هنا عند الجزء ده احطه. فهمنا يا جماعة؟ اعتقد كده وصلنا مرحلة كويسة. شكرا.